ولسه اكيد هيكون في ايضا مران غدا وبعد غد. المران النهارده زي ما قلت لك تدريبات خفيفه جدا من الناحيه البدنيه وايضا بعض تدريبات الكره، وفي النهايه كده كان في تقسيمه خفيفه ايضا شارك فيها كل اللاعبين المتواجدين. يا كابتن فاروق، زي ما احنا عارفين كابتن حسام بدري اختار بعض اللاعبين لهذه المواجهه، من ضمنهم جونيور اجاي ووليد ازارو اللي هم لسه لحد دلوقتي ما وصلوش، ومن المقرر ان شاء الله ان هم يوصلوا مساء الغد. هم طبعا وليد ازارو متواجد في المغرب بينهي بعض الامور الخاصه بالتاشيره الخاصه بمعسكر المنتخب المغربي، ونفس الحال بالنسبه لجونيور اجاي المهاجم النيجيري، وان شاء الله اول ما ينتهوا من هذه الامور هينضموا لبعثه الفريق عشان يكونوا مستعدين للمباراه بشكل جيد جدا. عايز بس اتكلم عن سعد سمير يا كابتن فاروق، النهارده يمكن في المران ما شاركش في التقسيمه اللي كانت في نهايه التدريب، وده بسبب الاجهاد اللي بيعاني منه سعد سمير. فضل الكابتن حسام البدري ان هو يعمل بعض التدريبات الاستشفائيه الاضافيه من خلال الجري حوالين الملعب، لكن حالته مطمئنه جدا. سعد هيكون ان شاء الله متواجد في مباراه العوده ان شاء الله مع النادي الاهلي امام فريق منانا الجابوني. بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد، مقر الاقامه مقر جيد جدا بالنسبه للفريق ومناسب وملائم ان شاء الله قبل هذه المباراه. وصولها للجابون، الجو الاحتفالي الخاص ببطوله الدوري كان موجود ما بين اللعيبه والجهاز الفني، ولا الامور هاديه، الامور مركزين اكتر في المباراه؟ طبعا هو اكيد كلنا بنعيش اجواء احتفاليه بفوز النادي الاهلي بالبطوله رقم 40 والوصول للنجم الرابع على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي، وهي اكيد بطوله مفضله بالنسبه لنا كلنا وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن هي احتفالات موجوده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن بيصحبها التركيز الشديد لهذه المباراه والتركيز الشديد لبطوله دوري ابطال افريقيا. الدوري النادي الاهلي يعني متعود ان هو ياخد الدوري، لكن بطوله دوري ابطال افريقيا غايبه بقى لها فتره عن اللاعبين وعن جمهور النادي الاهلي، وده اللي مركز عليه يا كابتن فاروق كل من الجهاز الفني واللاعبين. كلهم عندهم اصرار كبير جدا وواضح جدا ان هم ان شاء الله يرجعوا هذه البطوله لدولاب بطولات النادي الاهلي، وبعد فتره غياب وبعد ما النادي الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا العام الماضي وخسر البطوله طبعا لاسباب كلنا يمكن عارفينها في مباراه النهائي امام الوداد المغربي. لكن اللاعبين كلهم امل وحافز كبير جدا ان هم يقدروا يحصدوا هذا اللقب، فبالتالي هم خلاص بطوله الدوري صفحه اغلقت بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. طبعا بقياده الكابتن حسام البدري كالعاده النادي الاهلي بينظر للامام، بينظر للبطوله المقبله. النادي الاهلي لسه عنده بعض البطولات المهمه واللي بيسعى بشكل معتاد ان هو يحققها كالعاده، طبعا زي بطوله كاس مصر، ايضا البطوله العربيه اللي هيشارك فيها النادي الاهلي، وتم توقيع العقود الخاصه بهذه البطوله وليها يمكن بالمناسبه مكافئات ماليه كبيره جدا جدا بالنسبه للفائز لهذه البطوله. وايضا البطوله الاكثر اهميه وتبقى اكثر اهميه هي بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله مهمه جدا مؤهله لكاس العالم للانديه، والنادي الاهلي دايما كان متعود انه يوصل لهذه البطوله، وصل 5 مرات قبل كده وادى بشكل جيد وقدر ان هو يفوز في احدى المرات دي البرونزيه طبعا، وكان شيء جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي كابتن فاروق اللاعبين كلهم خلاص طووا صفحه الدوري تماما واصبحوا جاهزين ومركزين بشكل كبير جدا لمواصله البدايه القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال ان شاء الله الفوز ايضا في مباراه العودة أمام فريق منانا الجابوني. لو في أي استفسار معاك يا كابتن فاروق اتفضل. لا أنا بشكرك يا أمير، وأكيد مجموعة لقاءات هتبقى متواجدة معاك.